صبحكم الله بالخير والنور والسرور. ما عرفت اشل راسي لاني ابوي شو السبب. اول بعدي سرت العين ومن العين ابوي رديت بظبي، تغديت ما تغديت هبابي، وصليت العصر قبل طريق الشويهات وجينا وركضة ودبشة وعشيات ورمسة وسوالف لين نص الليل. والله يا ابوكم شفتوا اللي بتكود كويد مرة واحدة عقب عمر ولا دريت بالدنيا. حتشوفون البحر طايح طايح مرة غضب واحدة، التصوير ما يبين بين ما شو هاي كذي هذا يبين هذا الوحش. أيوة حيف التصوير هذا واضح البحر، البحر طايح وما زين. محمد كيف حالك؟ الحمد لله زين. شو أخبار؟ زين. تعرف هذا الفرد منه؟ ما يعرف. هذا؟ هذا محسن. محسن؟ محسن محسن. محسن. إيه محسن. هذا بخليهني داخل بحري شلون؟ داخل بحر؟ إيه. سوي تعليم؟ يقدر. إيه ودي ترى. ما يقدر. يحذفه في البحر. يحذفه في البحر. واحد شهر سوي تعليم. إيه. سمسم هادي. ما ظني محمد هذا ما وراء حديد إن شاء الله. هذا طالع شيء اسمه ميت مسكن. تسكن فين؟ من ألف مسكن. هذا ما حول حديد. هذا أبويه. هذا ما من رجيع ريا أبدا مقطوع الأمل. No way. محمد الحين البحر ثبر الحين بيجي ماي. أحب تسقي الماي لين ساعة 11:30 آخر شيء. 11:30 وين يوصل البحر؟ لا شوية. شوية ترد الماء. يعني 1 متر زيادة. بس. وين ممكن ماء؟ 1 متر زيادة. يا ربي وايد شوية محمد. وايد شوية. ما شيء يعني ما يعني البحر وايد حار. ساعة 12 آخر شيء. لكن ما شيء سمك. في يعني في سمك. والله؟ يعني في سمك. سبحان الله. إيه لك ما يجي زيادة؟ ما يجي زيادة. الله كريم الله كريم. إذا كم ماي زيادة يجي في الليل؟ كامل. الحمد لله. ساعة كم كامل؟ ساعة 11. أيوة. ما يعرف. إذا يطلع قمر؟ لا هذا ماي مال بحر. سمسم حساب مال قمر. سبحان الله. سمسم بلاد انتو هذا المون ترتيب؟ ايش مكان كله دنيا. ايوه كله دنيا سيف في حساب قمر. ما بلا في الامارات ما في داخل الامارات بس حتى بلاد مالكم انت بلاد مالك انت شغل مال بحر؟ لا انا هو شغل بحر. ها انت هني محمد بن سيف علمك بحر. انت يجي اول ما تعرف شيء. ما يعرف شيء. انا اشتغل اول فابريكس. ها؟ فابريكس. فابريكس خياط. ايه هذا فانيل موي فانيل مال خالد. هذا مال حرمه ما في مال ريال مال حرمه. والله واحد سنه فوق يجي 2 سنة يمشي ما يصير خربان. لا ما يصير خربان. انت تعرف كم فلوس هاي؟ 5 درهم. هذا؟ اي والله 5 درهم. اي محمد انا يجيب حقي انا سبسب هذا سبسب حقي انا هذا يجيب اول سنين سنين. ايه ما يخسر كتن. لا بحر هذا زين يعني بحر في ابيض ما في زين يجي كتشرة إيه. اخرج شوف ما في زين. بعد ما تباكش تقول يجي كركم يجي دهن يجي شاي كتشرة بس ما يشوف نظر. صح لكن بحر زين. انت وقت يجي داخل امارات انت يجي كونتراكت عشان يروح يشتغل خياط ولا يجي داخل بحر؟ انا ما في مال. ها نبرة تقول يجي انت الشيك سوا سوا يمشي. لا اله الا الله. سم نفر. هي سم نفر انت انزين انزين. وبعدين يوم يهتهني انا يجي مني اربع جيب مني بابا محمد سيف انزين بحر جيب هني هو يمسك هني ولي هذا
تعرف انت نمبر 1 كيف؟ من ايد هاي يمسك بلي هذا نمبر وخلاك في البحر بعد انا معك مالو وايد نمبر موجود عليك هي جنجل كم مسجل مشكلة كل يوم تقلي مشكلة ليه نسوي تعليم؟ ما يسوي تعليم هو ما يعرف هو كلام ما في مالو شغل ما في مالو منو سوى لك تعليم عيال؟ انا منو سوى تعليم؟ بابا محمد الله يحفظه كيف شطرات بابا محمد إنجليز سو قلت بس بابا يتعلم قد زال أربط بابا ما شاء الله أنا شوي شوي معلم بلا بعد نفر مني كيف سويش تبطفوف شو سمعت يا محسن؟ أو كان شعر حاجة ما كان شي يعرف حاجة وتعلم كل حاجة الحمد لله مفروض أنت بعد دلوقتي ما تعرف شي حاجة تتعلم كل حاجة في البحر في البحر تقول شو تقول عن محسن؟ وش هو كلام عربي ما في مالو ما بعرف تكلم عربي زين هذا؟ ما في كلام عربي هو كلام مصري مصري ما في عربي؟ غير شوية جاب ألمانيا يعني محمد ما يتكلم عربي؟ عربي أنا ما في مالو ما يشوفه هو كلام شوية غير كل ما بقوله حاجة قالي مش ما أفهم ومحمد يا رجال يا رجال وناس مرقاد بلا بحار الحين يجي يا رباف يجي ما ادري يجي واحد تسعة واحد سالوس يعني ساعتناش شو الاخبار شو علومكم منو منكم خدم شيء حد منكم طبخ شيء وايدين ابوي طبخن ونفخن 90% اللي طبخن طباخ شرات ويوهن ما خدمت شرات ويوهن اللي مطرشه مطرشه خبز محرك اللي مطرشه ما ادري شو يعني شو امور وايد امورها اللي رمت حطه شيء ينقلب من ذل شيء بسيط اللي رمت حطه الو مرحبا خالد سلام مرحبا صلاح سلام عليكم ان شاء الله ان شاء الله برجع ان شاء الله يوم يوم ال السبت بكره لا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله حبيبي ثانك يو صراحه هذا ياكلون تراهم وعيان هذا ما بخبله حبيبي تبع الجرجعوا وعيان تبهم ياكلون حاطين صامت بعد يلا شكرا مرة الماي رادة ما شي بحر نحن مكان صيدنا اللي هني الأقرب فلذلك ماي مرة تحاصير فما شي دش للبحر دشت البحر تبقى بحر يكون بحر ماي ساجي يعني من تسجيل ماي تي وياها الاسمكة يوم الحين الماي ما سقت وسقت يمكن مترين ثلاثة امتار والحصى كله ظاهر والبحر ما شيء شيء سمكة كان بعيد ونحن جايين على فكرة نحن جيتنا ما بيجيت مكده هاللي تشوفونه والسلشان الدنيا والدين هايون يكدون البحر يسمونهم كديدة بحر يعني سايرين للعذاب وللصيد والتعب نحن جايين نبي نتكشف صيد لما منطارف وصلنا صيد ودمنا بيتنا ودمنا بيوت ايراننا وصدقاننا اللي هني وما حصلنا ترى اللي قيس ودام حق نفرين وعشرة وعشرين شيء الحمد لله لكن ثلاجات اللي كدون البحر يصير يمزرون ثلاجات خمس ثلاجات واربع ثلاليج يعني هذا هي لكن نحن كل سيارتنا بس لاجل التسليه القصد ها منور يا محسن عامل ايه؟ الحمد لله تدايفون عمر عمر بالسلح فطرت ايه النهاردة؟ حاجات كتير انا فاكر عسل وطار ومحلة وجيب من ده وحاجات كتير مش فاكر وبيض بيضتين
يا ابو عبد الله ويا لسه بينا نسولف زين تعيدوني يا ابو عبد الله ويا لسه نسولف انا وياه وهذا حين اللي تشوفون الادمي احنا نرمس ليش تطول على التلفزيون عشان بشوف حاجه في حد يعني حين نحن هذا اوادم ياسين الحين هذا عيب عيب انت وين رابي انت ما بعند عرب ما بعند ناس مسلمين يعني ناس ياسين يسولفوا ريايين تطول على التلفزيون تعال شو معناه هذا شو معناه هذا ما لها معنى انا مش قصدي حاجه تسمع انت وتسكت الريايل يعني لا والله شو يعني ما قصدك انت ما شو هذا شو معناته يعني اسكتوا خلوني اسمع لا هذا وانت هالنمونه لو انت هالشكل لو الله خالج انك غير عن النمونه هذا لو فاني يلتبقى وزارة من تظهر هذا يحب أكلم حين بالحافة ما توصل في السكن إلا أنت مر حاف ما في قطرة فتانة تشن أبوي يلفح عليك أبوي هو كنديشن الجو لطيف ورقم واحد ما شيء زود حروره حر اللي هو حر كذب خارف الشمس في كل البلاد حتى في لندن يوم تجلس نص الشمس حر تضربك فيه على خمرة راسه عين ابو المرور لحجيني لين بحر يوز هاي نعولي شي ابن هنا هي هاي نعولي البحر يا الله ضوء عدح لا اله الا الله ضوء غاديات شو تبارك الرحمن شوف لوز شويهات ما زين زينة عيال ما تسوي تعال تعال بنقلة شو اسمك انت كنان كنان نعم. تسوي صالونة هذا ولا شو هذا هي ما في مال انا ركبت نمبر 1 سبجي هذا رقم واحد ها شوف اللوز كم حات يا ربي شوف اللوز هاللوز مصغرونها اشوف الله عليك ابو عبد الله ما شاء الله شوف هاي مغفول عنها هاي جافر ما حد يقربها من الفروخ ما حد درابها تراها ما بعيد من المسيد ها بيت حياة سالم بن سيف الهادوم القبيسي هاي اللوز ممزور ابوي لين عينها هاي يدنا المغرب وتام ابوي صلب ولا ورقه فيها شوفوا تقول مره ضك البحر وهذا المسيد ظهرنا من المسيد ها اتوني جاي هاي بيت ابوي عيال يا ربي تبارك الرحمن خير الرازقين ما شاء الله تبارك يس هي انت ما تباني اصور اخ محمد بن عبد الله ما يبي احد يصوره وهو يقطع لوز يواجهوني يوم تقطع لوز يوم انا الحين في سياره مرزوق نحن الحين يس ليش شو بترويني بعد سياره وين مرزوق ما تطيح تفتح وين تعال شوف ما شاء يا ربي يا اللوز تبارك الرحمن رحم مخماي بعد بس التصوير طالع ها شوف انا بلوزه هالكبير طح هي مال الشيوخ ترى طلع لي فوق شو مال الشيوخه شو من المشيخه وين عطيته من مشيخه ايه الشره ما شاء الله هالقطع كان فيها هي والله هاي شيره شيوخيه هاي شره بنت كنيش انا ايه على هالجنه ايه على الجنه يا بنت كنيش عوش بنت كنيش جايبه ما شاء الله الرياي اللي فيهم خير وجايبه الحريم المستر يعني الله يحفظهني ويوفجهن ان شاء الله ما يدور شيء ابوي تحت يديها الا قدر رقم واحد شوف اللوز شوف هاي الكم اكبرها ابوي ماخذ جسمها جسم خواته في الحجم الحق يا ابوكم هذا يا ابوكم كراتيل وحبي مزر منها شوف اكرم من هاللوز الطبيعيه هذه عنب ولوز هاي وحده
هاي لوزه وحده، لوزه وحده شو انتاجها؟ ما ما شاء الله تبارك الرحمن. ايه هاي ابوي مليح، هذه ابو ظبي، هذا ابوي لوز ابو ظبي الاولي. والله يا ابوكم اللي لحق لحق واللي ما لحق عاد على هواه. والله يا بيت حياه عمير بن يوسف ين اللوز، اللوز اطول عن الكف وقصر الحصن الاول. انت عنا من مدينه زايد، حد بسياكل، حد على سيك البيدر، وحد بطبطه 70 هاي تحيدونها ام شراع يسمونها. والله يا ابوكم ين نسير ونمزر يواني بصل لين عينهن من قصر الحصن، ما من داخل القصر، من خاري، من خاري شيء حوي، الحوي هذا كل لوز، كل لوز كرهت يا المكروه. تعال خليه يقطع محمد بس علينا. ها تعال قطع كم يحصل لوز، قطع خلي واحد مكان انا بيك خلاص. حب حد يجي غير من هالفلورز وتعطيه؟ انت تعرفني انا زين، انا يجي احلف ثم تو برادر. لا لا صديق، صديق صادقت عليك الجن. ما تنسى تبغي بخشيش قطع لي لوز وخلي جاهز كلها. ها شوف ها نمونة هذا، ها هذا تيار، ها تعال هذا تيار، ها شوف هذا، هاي العودة هناك كبير برا ولا هذا هو هم وحده. وها كله سوي زين، انا يجي بعد واحد ساعة زين سوي ريد. وين بحصل هني انا تيارة سيم سيم هذا كلا ولا طاط طاط طاط. انت تعال شو اسمك انت؟ كنان. كنان ما يسوي يعطينا فر بخشيش نمبر ون. يا ربي يا شوف وربيان بعد اي والله كل شيء ابوك فيه اسمعوا شيء غريب فنان تبارك الله. والله اني متعه يا ربي رقم واحد محسن. نعم كره الله تحصل هاي بعد فين. نعم تحيدها من العام هاي ليش شو محمد؟ لا ليش لا اعرف عنها؟ والله هذه حمراء المحادة تدلها اللوز تدلها وين قيمة السمن تدلها مشكلة بلاك عيب ما ظهرت على خالق ولا خالق خالق ما وراه فايدة ما توديتنا لا عند لوز. ها شو قده ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله مقلاي مشواي عيش ابيض. وين مشواي؟ الضو؟ ريدي ولا بعده؟ لا لا هنا نركب هنا نجيبها. والله؟ ايه شي صدتوا؟ شوية الحمد لله. هذا بيك. ما شاء الله ما شاء الله ما ها. شوف ترى ما نحط زيت بلقى زيت لا زيت لا همك الله لا هم يحزنون. سيد ابوي ها الشعم وين يا ابني محمد؟ الحين هذا؟ ها؟ في الليل ما في الليل؟ ايه ما شاء الله شوف ها شفتوا؟ مرة حاف ما عليه ولا شيء الحين تجي تلحق هالضوء السمكة تصلي على الشحام اللي داخل بطنها وتتقلبها صافي عاد يحطون اخر شيء هذا الحين من يصير ينظر ينضى الويه الأولي هذا من ينضى الويه الأولي من ينضى الويه الأولي هذا تبت الكبار حط أبوي عداله الصافي أبدا قمم برد يغدي هذا لا هم أقلاي ولا هم أشوار لا هم قلة ولا هم أشوار شيء هذا المسيد هذا مسيد حياة سالم سالم نزيف وهذا مطابخهم وهذا بيت حياة عوشة لا يسالف هذه اللوزة ردينا حيب نصور بوي فيديو حق النزلة الانستغرام قرب الله تكنان ما أشوفه أيوة عجبه أقولكم عجبه أوه كنان كنان يا علمان كنان. والله أني تركبت السيارة شيبه شفتني نزلت من السيارة قلت لك تليفوني حاطنا تدوي حاطنا عادة حاطنا في مكان لو 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 حرك شبر انعدم طع وين حاطنا عن الشمس شوف الله عليكم يا ربي شوف يوم الله يريد لي ولا ما في مفر انه ينكسر
يا الله الحمد لله على سلامك يا تليفوني. شوف الله عليكم، منو بيضعف في نص هالمغريات؟ منو بيضعف في نص هالمغريات؟ منو بيضعف في نص هالمغريات؟ قدم مورجان كلها هذا، خلي القرش الكاتشب يا الفضيحة يا الفضيحة يا الفضيحة. نأخذه وكتشب ما يستوي، نأخذه مشوي ترى مشوي وكتشب مثل يعني فيش بنجر. قال لي تحمل نزل السبت قبل ما يصور حق متى. ها شوفوا 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 كم طاح، كم صب من الدهون، كم صب من الدهون. ها هي بس خلاص شوف الشعم هذا. يا سلام سلم الجنابي الله سبحانه ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف الشعم هذا حتى البسار تساقى من شحم الصافي. البسار ما يغلي هالنمون بالحمر، لكن من كثر الشحوم اللي صبت من الطون الصافي قدها النمونة قد لا هم عارف. شوف الله عليكم شوف الهدية بابا عندينا هدية بس واحد محمد. يا الله يا الله منك يتخبر عن متوب. وي متوب مسافر بلاده اجازة اجازة ما بيضاني اللي عقب شهر كنه خطفان شهرين ساير رجب ورمضان رجب وشعبان لا ساير شعبان ورمضان فطر الأول فطر الثاني الحين بيجي عقب العيد العود كنا. بارك الله فيكم. هذا غدانا، هذا عيش ابيض، هذا بيت منو؟ هذا بيت ابو مرزوق كنا. بيتكم هاي صالونه تامو، وهذا ابو صافي مقلق، وهذا جش مقلق من غير، وهذا زين، وهاي الهدي با حبوا بياها. يلا يلا والله ما طعمتوها. انا ابو شن هذه لا 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 الهدي با لي وراس الشعم. اي والله ها شفت هذا عيشكم انتم. شو ايش قايل متدقدق، هذا عيشكم متدقدق، وهذا عيشنا نحن. شوفوا ما شاء الله ما صعب. لا 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 لا. وهاي ابوي مرقت الهامور، هاي ابوي لا صالونه، هاي صالونه الهامور ما بمرقه، هاي ابوي صالونه. احنا نربيكم طريقه استعمال صالونة الهامور أو أي صالونة، كيف طريقة بالأخص عاد مات الهامور مات المرقة منقير. ها بعد ما نيسر حضرة محمد بن فري، محمد بن فري الله يحفظكم مسوي حضرة ومسوينها أبوية رمستنا عنها قبل. نزلنا رمس ودي ثاني رمس ببلا، وهذا أبوي ها بيموت عليه مرزوق، بيموت على الكتشب ويا السمك. هذا يا الله يا الله يا الله. الطمع 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 عقه عقه انت. يلا يا سلام يا سلام يا سلام. هذا عاد ها سلطة الفقارة الأول، بصل وطماط الحمد لله نعم. شيب هذا أنا هني بيت. أنت تسلط عد ودرت كل مكان ولا لا؟ لا برايك أنا هني. لا لا دار هدي دار هدي 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 باي هدي هدي با هدي بية هدي ما أول بادي شل الويمية هذه وتعقها داخل باول. ها تحط عليها شويونة مريقة تمرسة تحط معك شويونة عليها مريقة تازم تمرس دين هذا من خلاص صار مز اللومية رز اللومية. يا أهلاد تكحل خلنا نخلص مز اللومية صار كله أبوي وين في الباول حلا تشوفونها لقب عادة زايدونها من هالمريقة. أيوة هذا عادة سيفود سوب، هذا سيفود سوب مريقة هامو. يا خالد حط لك الهالة قدامك. تبع؟ يا الله عشان شوني. نم. بنزيدك من بحطك من هذا من هذا. تبى تشوف الحمار راكب على البقرة ما حركت ساكن. ويوم تبى يا الله. لا لا تحمل. تحمل ما تقهر تراك الحين تلايا منحة. ما تقهر لومي. يا الله يا الله.
تحمل يا الله ليك لو اللي امي وابوي يعرف السن هذا تعثروا تعثروا. اقول لك الرجال اللي في العين عنده سلام، لا تعطيه اياه ولا شيء، هات الراس خليه لي انا. ايه هذه الله يحفظكم الهديبه، هاي الهديبه يقول مرزوق انها سمين، يقول بنشيك برد عليك الاخبار. والله ما يبالك كلام، والله العظيم انما قرب الله تمرزوق ما قال يباها الا هو يعرف. شو الهديبه، شوف والله يا ابو محمد انها عجبت، شوف 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 يا ربي. اندوك 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 شوف 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 سبحانك يا رب، كأنك ميلف موزة، كأنك ميلف موزة تبارك الرحمن. خل عدم قيوين مقيوين بلاده، البياح بلاده ما يبالا رمس هي. يا الله دور الحبيب هذا، واحد اثنين ثلاثة. لا لا ها صيدك انت ابو محمد البارحي هذا ما شوف صيدك ما ينشر. ايوه هذا الشعب اللي عليه رضوان من الله، البياحه قلنا بها يا حبيب النبي راحت وحينا. بنخبركم عن علوم الشعوم، علوم الشعوم يي قصيده علوم الشعوم عاده زين الشعوم الكبار الشعم العود غاوي حق رزيم اوه ما زين غادي. شوف شوف الله ها ما يبارك كلام كل حديد العيم يا اخي وياي لو يبان لك الامس جاي لنا من دار زود فريريات طاز قال لا انا عاوز فش مش فش فنجر تشكن ياكك نحن سايرين بسبنس وخذ والله هذا تشكن اقول لي ليش نفسي فيه تخرب بلاتك شكلناك جايتنا جايتنا شحنات سيارة فراري طازة فري رينج من عند ناس أبوي رقم واحد ولايتي والله إن ما طاع يأكل وكل هذا شكلناك ما يأكلون هنا في كنتاكي نصهم المصريين كنتاكي حتى الأشتراك مصري. إيه والله أبوي شادر أنا من الطرف هذا والرد الله يحفظكم الطرف الثاني. أيوة أيوة ما يبالي رمسه سمن هذا الشعوم حين هذا وقته هذا وقته وتمن انت نبوي روح الى لندن ابوي هناك الا دوفر سول وما ادري شو مال المزارع. ها شوف ابوي نحن ها ياكلون في مطاعم ياكلون في مطاعم حد يودر هالشيء طاب الله عليكم. هاي لحمه الفتش عاده هذه لا هاي مات السواطر السواطر مات الحنش اللي تحت ما في الحاضر مدح ما يبال كلام. ها شوف الشحن شوف الشحن يا ربي يا الشحن هاعد تاكل هالمطاميط والرجاي اللي تحت شو يا ابوك مدوع يلا قوم قوم سوي الشحن عطى يا اخوي كذا حديد العين جلس 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 قر قر وقت اللي دايما شايل ما يبون شاي عايزين شاي يا راح قبل ما تتفرج انا شوف الله عليكم شوف الشحم شوف الشحم شوف الشحم هاي عاد المراره من يروحها برايها الحين ما نرمس عنها نرمس تراني تعنيات ومدرات هالبلاد الطيبه يتريقن الصبح ابوي حق التصوير ما بذاتهن الريوق ولا احنا وين الشمدان الظهر يصير ان هناك حق العذاب كل هذا حين اخذ ايد مراره ومصارين البتاع تفكرين نهبل لك اي عبيط بس شو هالشبت مش لا مش عايز انا والشف العظيم ينبلح الشعم زبده والله العظيم انه زبده زبده قادي لا اله بحياتي انا ضاري احيد بالحل الشعومي عرد وعص كيف المرة هاي هالنمونة ها قضايا
لقمة بليحة بليح سمك وراء سلطة. وأنا حاط في بالي إني باكل من بحط الهامور باكل راسه منو بيرو ما بيرو عن خاطري باكل بس لحمة الفج. لحمة الفج عن خاطري باكلها ما الهامور هاي لحمة الفج حق. هذا هذا يا ابو مبروك هذا كلهن هذا المطاميط مش هاكل انا مش عايز والله ما شبعت. لا لا قوم روح سوي لنا شاي عامل لي وقت شاي حتى كنا مباراه بس حرام عليك ربنا ربنا يهدك والله. هذا حين سليته الظهر ما تشعم ها شوفوا الشعم هاي سليته الظهر والله يا ابوكم ينه عجبه ها الجولبه في شحم بطنه زبدة غادي والله العظيم إن زبدة. هذا لا يمتن ولا همك الله لا كريستو كله أوميجا 3 لقمة من هذا ولقمة من هذا صح عريج. نعم صح عريج. ترى السلطة هاي مسوينها الشيب ابن أحمد الشيب ابن أحمد القبيسي هو اللي مسوينها هاند ميد. بعد ترى شيء سلطة بهاند ميد فكرة أنا بحياتي ما كنت يوم من أيام الله أستصيغ الشعوم. والشعوم ترى في الدمام هل الدمام منطقة شرقية في السعودية يسمون الشعم عريضي واليوم أول مرة بحياتي أكله ويعيبني لهالدرجة. شحم ريج وشحمته متمازجة ويا البلح فقادي روحي يقطر يقطر من الشحم. اللهم لك الحمد. يعيبني الأول الشعوم الكبار يوم يصيدون قوم هلال كمية شقيناها سويناها الرزيم وغادي فنان في الرزيم هو اللي بياح الكبار يا غير الشعوم شعم عود ومشواي ولا يجلفع أول مرة بحياتي والله يا أبو غادي أبدا صحو شامي صحو شامي طريقتي هنا يا سلطة الشيبة أربرة هلا بحاط فيها سوس ما أدري شو لذيذ كلهم وبينا شو الضروري أنا ألوني في أكلي ما شاء الله خلصوا. الله يغنيكم يا أبو محمد كثر من خيركم من أول يا محسن باشا. لا لا يعني أحد منكم يقول لي ما فنان والله إلا فنان وزين ورقم واحد بسم الله الرحمن الرحيم. يلا خلي Thank you. Thank you. يلا زهب عمرك يلا مجاهد عمي يلا يلا زهب عمرك شوف من يسيرون قوم مرزوق سير ثير الطرات شفت الطرات هاش الحمار روح عد من دلوقتي روح من دلوقتي روح بسرعة يلا 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 بسرعة لا ماشي لا تتأخر ماشي تحرك اربع روح سر سر هاخذ مظلة سر ماشي عدي يا محسن عدي بعد هذا هذاك هلال. السلام عليكم. السلام عليكم شباب ايش حالكم والله والنعم ايش حالك بتسيب كيف انت الله يسلمك يحفظك ما شاء الله ايه يحفظكم ان شاء الله سلم ابوي هكلهم ترى قلت المهليه بنعم هذا بن خال هذا كلهم اهل هاي هاي عيال خالتهم عيال خالهم شنهم عيال خالهم هلال ماشي يا محسن يلا سر يلا سراك في التحت فكنا من شرك انت ما يخصك سر سر ليش بيت مروحك اني ساحر لا لي عارف يختن ابليس ويداويه حليلك انت هذا ما يعرف هذا كنت ليه ما تعرف ها فلبين السلام عليكم ها فلبين جديد ها جايبين مال عم هلال يبون يكدون في البحر خلوني يكد البحر لين يضرع ومن يضرع ماشي يا محسن يلا عدي عدي يا باشا سيري لسناك في المظلة
اقدر ناخذ هذا وين بيودينا الحين؟ وين بيودينا الان عند الله؟ طب هالماي كرش ها؟ هاي الابيض؟ لا لا يهبي لو زين هذا جد حشرة الدنيا حشرة محليش الماشي وهذا وهذا الماشي البانو كلان عنبو اوه هلبيب هاو ار يو حليلة والله اني جاي ما يعرف جايبينه ما يعرف يغسل وجهه والحين ما شاء الله هاشو كله تفيزر ترد ارتزيت اسميك عياز يا ابو محمد ما اعرف نسيته والله هي لا بد ابوي من الغطة قبل 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 حركه ها صورها لازم اقول لك غط عمرك قبل اي اي قبل ما تحرك لازم تغط عمرك هي هاي تفائلوبها غطت البحر سمعوا نحن اي وقت تبغى نلقط شيري وعليه عوالق بحريه بننظفه في حب الله في حب الله بننظفه بنعق عنه العوالق اللي تعيق حركه الفقير لانه في حال انه تم الشيري جي تعيق حركته عن السباحه فلذلك ابوي نحن نسوي خير في بنادم في شيري في شيره في اللي هو في حب الله روحي في عين الله ترعاكي يلا ايوه هي نحن ما بنسوي خير في بنادم في شيره في طير علميه وحطوه في ماء حلو بيموت فقير الشيري بيموت وعظمه لها دقيقه ما اخذ يا هداه الله هذا ابوي من كيف له خيط والحروره بس عمرك شويه بحر حرام ينك تتحرى عمرك بويه كنديشن يا سلام سلم يا سلام يلا بعد بالدي بعد بالدي وخلاص عيونك والله يا ابوكم هاي هي الحياة هاي هي الحياة خلكم يلي وين بيسموا عيالك غربة وكربة وتعب ومهان ونحن اللهم لك الحمد عيشة صويفيات وتشيشات وفضل من الله نعمة يبقى الحمد والشكر ولا لدتوا ولا متوا ما شاء الله ما شاء الله جيس كامل جيس كامل في خلال دقائق شوف ما شاء الله شوف ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله خير توه كان صفو وحين ابتديت توني بصور خضر البحر اللي قبلي كان صفو مره زلال البحر تحراه تحرى غدير الحين عتو خضر شوفوا يا الله يا الحظ الحمد لله رب العالمين ردينا بحفظ الله ورعايته بعدما تكللت الرحلة بالنجاح وتكللت الرحلة بالنجاح الفنان يعني نجاح يعني اللي ما شيء شراته والحمد لله سرنا وانبسطنا ويبنا هاكلو دام اللي عليه رضوان من الله وسوين هذا كثير ما دعيتونا على الله يحفظكم وتو تو في جبنا اول من الله اول بادي
والحمد لله السيره كانت حلوه وفنانه ما شيء شراته. ومحسن نزل ابوي من الطراد ما طاع، قال مرزوق لا هو ولا من ركب مقرود مقرود قال حش علينا. الحمد لله رب العالمين السيره كانت فنانه ورقم واحد والامور طيبه الامور طيبه. حصلنا هك صويفيات وسوينا معلوف وسوينا الله يحفظكم معروف وخير في هالحمس الصغيرونه والحمد لله الامور طيبه. والله وفقنا ابوي بهاك الصيد الفنان اللي ما شيء شراته ولله الحين ما نربي صيدنا. كلمه الثاني قالوا والله هذه خلوها للطبيعه، لا لا الطبيعه ما حد يخليها ابوي للطبيعه. الحمس فقير الحمس ما تروم تشل عمرها، لازم انت الادمين شاف ابوي كلبي عري ولا قطوه ولا حيوان ولا ما تروم تسبح ترى يسوي لها وزن. وان هاي عوامل الطبيعه، عوامل الطبيعه ساعات بعد تضر. لا 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 هذا ابوي هي يوم تمرض تم رابضه في البحر وينفق هاي النو ويركب على يمها ويازم يتهجل على يمها عقب ابوي تيها الاسماك الكبير وتلتهمها. يا الله يا الله يا الله يا الله حدث ولا حرج. هل براكه في سويسرا يا حليل هم خلهم ابوي عايشهم من سويسرا ومسقهم سويسرا ولا بنطرشهم هني. لا لا ها شوف انت هاي روحت روح هاي ترحب هاي من دم ايه وشوف هاي بالله عليك من شنزة شنانز يا سلام سلام لحمريد ما شيء بيتشوه هناك بيتشوه هناك يا سبوي داخل تحت الكنديشن لا يتحرك ها عاوز شاي هي والله هي والله تحرى يالس فيه قهوة شيشة كل من شاف حد عاوز شاي كل من شاف حد عاوز شاي. سيرة كانت حلوة انبسطنا عينا من الله خير سولفنا ورمسنا ليل ما للعود وحدنا من وقت انت لابس فوشي وقريب لايت لايت فوشيا ولايت قريب. الاول ولا يدانيهن هالالوان وحين ابدا ما شاء الله عليه الوان الصيف بدي ترش الماي شوف راشي يعني من العصر من العصر عود راشي شوف لين الماي تزوي توصل عادة لين رينو هذه لين هاك توصل الماي الحين البحر شوف وين الحين هاي بحر يوزه هاي وصل ابوي بحر بحر محزم بعد ساعتين ثلاث يوصل بحر محزم ما زينك الفريق والله من أسافة ما يعن علي إلا هالمكان يعن علي شرات الدوخة صوع صوع لهالمكان هالمكان تربطني فيها صداقة قديمة من السبعينات الثمانينات بيتحرك ولا بيتلحلح ها شوفوا خبر خير ليش يالس قمت رش عمر قطرة ماي بحر ايه استحمى في البحر استحميت في البحر وبدت امشي على البحر لحد ما دوبت كده من الماء بص مينون انت بينون بسم الله شوف وش عامل الدم مؤجل قوي هذا ابو سلطان خالد المدفع زين وهذا احمد الحمادي حسارين العزه وجزاك الله خير وما قصرت تعرف خالد المدفع هذا تسلم تسلم يا ابو محمد تسلم. مساكم خير ونور وسرور وين انا الحين طالت عماركم انا الحين اضاوي ابو ظبي الحين قريب المرفأ شو السبب احمد بن خالد الباع حظوه من طوكيو جايين معاريس فقال لي ابني كيف انت في البحر يوم اللي حبه تسافر انت ويا عمي صلاح وانا متى بشوفك قلنا له ابوي ما يصير خاطرك الا طيب والحين ان شاء الله بدك السياره سلم وبنضوي
العيلة ترياك البيت باكر شو عندي السبت بشوفه ولا حتى تراني مسافر وعشرة أيام أنا وصلاح وحسن باشا زين فهذا سبب سريتي الحين في الليل إلى أبو ظبي الحبيبة. نزلت لكم مقطع حفلة عيضة البارحية اللي كانت في عمان المحبة صلالة المجد بارك الله فيكم. هاي يسمونها محبة جمهور في شعب، محبة شعب لشعب. ترجمت في شو؟ ان طاح فيها واستوت في وطناف يعشقونه، يعشقون وطناف عشق الجنون. وصلت محبتهم له انهم خطر عليهم ياكلونه من كثر ما يحبونه. فابو طناف محبوب ما بالله عند هالعمان، عند الكون كله، وين ما يصير العرب تحبه. فلذلك لادمي من يشوف حد يعشقه خطر عليه يسرطه. قبل ما يقارب 11 سنة كنت أنا مودي حياة مايا لندن أنا ويا هليل. كنا في الدور الثالث، كان في طرف كرومويل هوسبيتال، في الطرف من هناك عبارة مثل السويت غرفة وصالة وشي حرس هناك وضويل عالم. يوم تخبرنا لأن عيضة المنهالي جاي يسوي حوصات وهايك الحجرة له، عالم من هالكويت، من هالسعودية، من هالبحرين، من هالعمان، من الإمارات، الطلبة اللي المبتعثين اللي يدرسون، الرجال جاي يتعالج ومع هذا حاطين له المستشفى ومن السفارة ناس يحرسون اللي عن حد تحيدون مستشفى ولحد يروم يسوي كنترول. أزمة العرب تعبت عليه داخل حجرته من ذكر وانثى من كل بلاد، ومن هذاك الآن إلى هالآن ما شفت أنا شيء استوى شبيه. فمن هذاك الوقت لين هالوقت ما شفت حد استوى عليه هالشيء غير أمس يوم ساير حفلة صلالة ما شاء الله عليه. فهذه محبة، محبة تصل إلى درجة الجنون. بغى يشلون من الأرض غفوه غف. هذه شوفوا كل شيء في الدنيا الواحد يقدر يشتريه بفلوس ما عدا المحبة. حب الناس، هذا حب الناس ما لا يقدر بثمن، وما في أي سلطة أو أي قوة مهما كانت تجبر الناس بحب الشخص هذا، مستحيل. أيا كانت القوة هذه مستحيل تجبر حد إلا المحبة. الحب ما يستوي، الحب بالخاطر يظهر. فيوم يقول لك ومن الحب ما قتل، هذا هو بطناف يموتون على اسمه. وما بالك بطناف ما بش إنسان من شرق وغرب، ظاهر ويمرس هالبلاد مرمولها وطعوسها ويبلها وبحرها ويبلها من طبيعة الدولة صوت الإمارات. فما بالك صوت الإمارات ساير بوي عمان، وعمان بوي عشقهم الإمارات وعشقهم فن الإمارات. مثل ما نحن في الإمارات نعشق عمان وما حاش حوش عمان من ذكر وانثى. اولا هذا، ثانيا تربط بين الامارات علاقات قويه ومتينه بين الامارات وعمان، في روابط نسب ودم ولحم وييره ونسب ودم ولحم وصداقه قديمه منذ الازل، ما في شيء جديد. يعني صداقه وايد قويه ومن استوت الدنيا ما بشي جديد. فلذلك
الله يكون في عونك يا ابو طناف، الله يكون في عونك يا ابوك على حب هالبشر. ونعم الله من يلومهم، منو ما يحبك يا ابو طناف؟ منو ما يحبك يا ابو طناف؟ الناس كلها تحبك، تحبك الرب العرب، كريم وايودي وراعيود معروف، يسد انك انت ظاهر من هالبلاد. هاي البلاد اللي يقول لك يوم يقول فديت فلان من وين يا وتنته، من جيت وتنتيت من هالدار، كيف ما بيحبونك؟ ناهيك عاده يزيد الهرموز ملح، طبعا وهوس على تريكه، طبعا وهوس على تريكه، فوق هذا وهذاك طيب وكريم واي ودي وخير، توصل العرب كلها في الافراح والاحزان، تواصل الناس كلها، كيف ما بيحبونك؟ وفنان وحسغاوي وزقرتي، لا وغاوي بعد هو. الله يحفظك يا ابو طناف ويبارك فيك ويطرح فيك البركه. اسعدتنا واسعدت ابوي الاغنيه الاماراتيه واسعدت الشعب الاماراتي، وتفاعل هالعمان يدل على محبتك لهم ومحبتهم لك، محبتك لهم ومحبتهم لك انت، وتستاهل، تستاهل محبه العرب كلها يا ابو طناف. من شويهات سيد يين الله يحفظكم سبنس، اخذت لي غرض، ابغى الفواكه مخلصه عني حاليا، انا اتريق منها بس لينا، ولانهم جماعه معتشيات من هنيد حليله اللي ساعدنا دوم، يعني الامور طيبه. نوري حق محسن، نور شمة طالبيكم طلبة عشان خاطر ابو طناف، طالبيكم طلبة ولا تأمروا بحاضرين.